رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع حضراتكم بقية فقراتنا. الحقيقة في فرحة كبيرة جدا في قطاع شركات السياحة، ده بعد تفعيل وزارة الحج والعمرة السعودية موقعها الإلكتروني لقبول مصر على سيستم المملكة الخاص بالعمرة. طبعا الفرحة كانت نتيجة أن القرار ده جاي بعد توقف شركات السياحة عن تسيير رحلات العمرة سنة ونص، ده طبعا نتيجة تداعيات فيروس كورونا على حركة السفر من وإلى السعودية. عشان كده عودة رحلات العمرة بتعتبر انفراجة للشركات والكل الراغبين في أداء العمرة. يعني خلينا نقول ان مجلس الوزراء وافق امس الاشتراطات الخاصه بموسم العمره لاشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وده طبعا لكل من المعتمر والشركات السياحه المنفذه لبرامج العمره، ويتم اعلان الضوابط والاسعار خلال ايام. وبطبيعه الحال طبعا العمره الموسم الجديد هيكون ليها ترتيبات مختلفه جدا عن الفترات اللي قبل كده عشان طبعا جائحه كورونا، خاصة أنها متعلقة بالأمن الصحي للمعتمرين يعني والالتزام الشركات السياحية. خلينا كمان نقول لأن الإجراءات الاحترازية طبعا هتكون مختلفة جدا الفترة اللي جاية، وهنتكلم بقى في كل التفاصيل دي مع ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عبد الجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية. أهلا بحضرتك، نورني النهاردة في صباح البلد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا نقول كده أن بعد توقف يعني هم سنتين، لكن للأسف هم مش سنتين عاديين بالنسبة لنا، هم يعتبروا عمرتين وحجتين، والعمرة الثالثة فات منها جزء كبير. احنا عادة شركات السياحة كانت بتبدأ العمرة من سفر بدري، من سفر اللي هو شهر 2 شهر 2 هجري. احنا دلوقتي هنبدأ تقريبا في رجب، رجب ده شهر 6 هجري، فاحنا ضاع مننا موسمين. بس هو الفرحة الكبيرة مش في قطاع الشركات قد ما هي عند الناس. بالظبط، عند الناس اللي نفسها هو ده الأهم. الناس وحشها ان هي تروح تعتمر وتحج حضرتك. هو مش بس الناس وحشها، خلي بالك احنا كلنا عشنا سنتين صعبين جدا جدا جدا، كلنا تأثرنا بيهم بشكل كبير، واحتياجنا للعمرة زاد كمجتمع. احنا متدين بطبعه، دي حقيقة. فالاحتياج كبير جدا. فربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب يا رب. بس خلينا نرجع تاني بقى لشركات السياحة. طبعا دي انفراجة كبيرة جدا انها بعد طبعا اغلاق زي ما حضرتك قلت سنتين في موسمين او موسمين كاملين وعمرة كاملين، ما حدش سافر فيهم، ما حدش اتحرك فيهم ولا راح في اي حتة، ده طبعا اثر عليهم جدا بشكل سلبي. فبعد بقى ما موضوع الحج والعمرة فتح من جديد، تهيألي برضو ان التأشيرات محدودة قوي لحد النهاردة كده العدد اللي أعلن عنه. خلينا ندعو ربنا كده سبحانه وتعالى ان الأعداد ما تبقاش محدودة. بس احنا كسوق مصر عامة يعني فيها أعداد مهولة جدا انها تسافر وتعتمر. احنا تقريبا يعني ممكن نكون أكتر ناس بتسافر وتروح تقضي. احنا في آخر سنة كانت الدنيا مفتوحة، كنا احنا نمرة واحد ما بين نمرة واحد ونمرة اتنين. مظبوط، فإن يبقى العدد المخصص للمصريين للتأشيرات بتاعت الحج والعمرة قليل جدا. حضرتك شايف إن شركات السياحة تتعامل مع ده إزاي؟ بص حضرتك بتتكلمي برضو من منطلق شركة السياحة. أنا شركة السياحة قعدت سنتين من غير شغل خالص. أوكي؟ والناس برضو قعدوا سنتين من غير حج وعمرة خالص. والناس خلينا نتكلم الأول على الشركات زي ما حضرتك بتسألين. اتفضل. والشركات تأقلمت مع الوضع. تمام؟ والحمد لله احتفظوا وتعاملوا مع الموقف، لان الموقف حاجه مفروضه جايه من عند ربنا يعني على العالم كله، حد بيده حاجه. بالظبط، وتاقلمنا عليه. انا دلوقتي المهم بالنسبه لينا كلنا هو المعتمر نفسه اللي قايمه الدنيا كلها عليه. هو فرحان، اتمنى ان الاعداد تبقى كافيه، ان الناس دي تحقق امنيتها وتروح تعمل عمره، خصوصا في ناس كتير منا اللي فقد عزيز واللي تعب واللي شاف حاجات دعا ربنا كتير ان هو يروح يعمل عمره. اكيد ناس كتير بتدعي ربنا انها تروح تزور بيته احنا النهارده كان المخصص لمصر اللي بيطلع سنويا كان 500,000 قبل جائحه كورونا. تمام. احنا اخر سنه اللي هي موسم 2019-2020 احنا ما كملناش ال 500,000 لان الموسم اتقطع في النص. ففي بتاع 200,000 ما طلعوش في سنه للاسف، و2020 ال 500 كلهم ما طلعوش.
فاحنا اوريدي عندنا كبت 700,000 غير ال 500 اللي المفروض يطلعوا السنه دي. وللاسف الاعداد اللي اعلنت لحد وقتنا حتى هذه اللحظه ما فيش اي اعلان. يعني خلينا نقول انه العدد برضو محدود. ما هو اللي اتقال يعني. لسه مش عايز تقول ان العدد مش عايز اخوفكم. لا انا بحب دايما ابقى عندي التفاؤل التفاؤل او الامل لحد اخر لحظه. بس برضه الامل لما بيزيد عن اللزوم في ناس كتير حرام ممكن تحط امل وما تقدرش انها تروح، لان العدد خلينا نقول برضه ان هو مش كبير المخصص لمصر. ما هو مش كبير لحد فين؟ يعني لا ما هو ده بسبب برضو الظروف اللي العالم كله بيمر بيها، ده مش حاجة يعني مصر بس اللي مخصصة بيها، بس احنا بنقول ان احنا عددنا كبير زي ما حضرتك ذكرت. انت بتقول لا انا هنا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجة، العالم لما فتح والسعودية لما فتحت كله بيشتغل فول باور، اوكي كله رجع لل 100%. تمام ومصر الحمد لله الحمد لله احنا موفرين تطعيمات بنسبة كبيرة جدا من الشعب الطعم اوريدي، واي حد عايز يتطعم بيطعم، مفيش اي كيو، انت بتبعتي النهارده بتجيلك الرساله تاني يوم. واي حد هيطلع يعمل عمره هيطعم وهيطعم بتطعيم انترناشونال. نرجع لموضوع التطعيم مع حضرتك عشان الناس برضو تبقى فاهمه، ان طبعا احنا بنشكر الحكومه المصريه طبعاً. هي وفرت تطعيمات جونسون لكل الدول تقريبا، معظم الدول مش معظم كله، هو السعوديه خلينا نتكلم احنا في العمره فنقصد العمره دلوقتي، السعوديه معتمده 4 تطعيمات جونسون موديرنا فايزر استرازينيكا. تمام حضرتك لو طلبتي على الابلكيشن دلوقتي وطلبتي ان انت تطعيم للسفر هيجيلك تاني يوم سواء فايزر سواء جونسون. فايزر بس مشكلته ان هو 3 اسابيع، فالمفروض دلوقتي اي حد بيفكر ان هو يطلع يعمل عمره، احنا عارفين ان احنا العمره هتبقى رجب شعبان رمضان اللي هو فبراير، فمن المفروض ان هو دلوقتي يقدم عشان لو ما لقاش جونسون يلاقي فايزر ويبقى عنده الوقت الكافي انه ياخد الجرعتين قبل ما يسافر، لان ما فيش حد هيسافر من غير ما هيكون واخد التطعيم. فاحنا اوريدي وفرنا كل الاجراءات الاحترازيه الممكنه في اي دوله في العالم. ايه اللي يمنعنا ان احنا نطلع بالاعداد المطلوبه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجة تمنعنا، احنا بنقول لو احنا مصر مخصص لها عدد معين. تمام. الشركات هتتعامل مع ده ازاي؟ احنا برضو خوفا من الشركات الغير مرخصة، وعايزة برضو حضرتك تنصح الناس ان يعملوا ايه؟ يعني في بوابة العمرة يسجلوا عليها، عاوزة حضرتك برضو تفهم الناس اكتر ايه بوابة العمرة وازاي يسجلوا عليها. بوابة العمرة يا فندم هي دي بوابة تبع الحكومة المصرية، تبع مجلس الوزراء وتبع وزارة السياحة، مسجل عليها كل شركات السياحة اللي بتشتغل تحت منظومة وزارة السياحة، والشركات دي هي الشركات المعتمدة. تمام. اللي تقدر لو أولا صعب جدا إن شركة من دول تخطئ في حق المعتمر، لأن الحساب بيبقى عسير جدا جدا جدا. أكيد. المشكلة الكبيرة اللي بتقابلنا إن النهاردة أي حد وأنا أي حد شخص مش شركة يقدر يعمل صفحة على الفيسبوك ويعمل اعلانات في حقيقه وبيحصل كتير جدا وبيستغلوا الناس، وفي ناس بيضحك عليها كتير جدا وبيسمي نفسه واتيفر بقى مش عايز اقول اسامي بس. تمام. اي حاجه واخرها تورز، اي حاجه واخرها ترافل، اي حاجه واخرها سياحه. وهو لا هو شركه سياحه ولا هو حاجه، والناس حرام بتروح للسعر الاقل الاحسن اللي هم عاوزين حاجه يقدروا ان هم يسافروا ويأدوا فرائض. المفروض النهارده اي شركه اي حد رايح هيشتغل هيطلع تبع هيطلع رحلة سواء جوه مصر أو بره مصر، سواء عمرة أو غير عمرة، يسأل الشركة دي مرخصة، طب رقم ترخيصك كام؟ دي نقطة مهمة جدا. ويقدر والمعلومات دي متوفرة دلوقتي على النت بسهولة، فتقدر تخش باسم الشركة ورقم الترخيص تشوف موقعها موجود على غرفة شركات وكالات السفر والسياحة ولا لا، الموقع موجود. ده مهم جدا، لأن لو حصل لك مشكلة هتعرف تاخد حقك بالظبط، ما يضحكش عليك. واصلا ان شاء الله مع شركه سياحه مش هيحصل لك مشكله، المشكله بتحصل لما بتكون شركه مش سياحه، لان انت ما فيش حد بيشتغل عليك. في ناس بتعمل فعلا زي ما حضرتك ذكرت كده، بس صفحه على الفيسبوك وعاملين رحلات عمره باقل الاسعار، وبنشوف ده كل يوم وكل شويه، وللاسف بيحصل استغلالات كتيره جدا للناس. ده حقيقي. يعني اتمنى ان الناس يعني عاوزين يروحوا يزوروا بيت ربنا. اتمنى يعني كلنا عايزين نروح، بس بلاش نروح للطرق الملتويه لان اخرتها مش هتبقى حلوه، لانه ممكن مش هيسافر. يبقى حضرتك بتنصح الناس ان هم يسجلوا من على موقع العمره. مظبوط. ويختار شركه، هي الشركه هتسجل لك كمان، انت ما انتش محتاج يعني المعتمر مش محتاج يسجل بنفسه. تمام. المعتمر محتاج ان هو يتاكد من الشركه اللي هو رايح. بالظبط. الشركه دي شركه سياحه فعلا ولا لا؟ بالظبط. هو ده. بس
يعني دي حاجه طبعا مهمه جدا. دي حاجه مهمه جدا. طب بالنسبه بقى الاجراءات الاحترازيه، غير طبعا ان كل المعتمرين وكل الناس اللي هتسافر ان شاء الله باذن الله يروحوا يعملوا العمره يكونوا مطعمين، حضرتك شايف ممكن التعامل بقى بعد جائحه كورونا كده واحنا اوريدي لسه موجودين فيها يعني ولسه متواجده، التعامل بقى هناك ممكن يبقى شكله ايه؟ اكيد العمره هتبقى مختلفه مش زي كل سنه. والله انا متابع الموقف، بتفرج على التلفزيون كتير. رحت اكشلي في وسط جائحه كورونا هناك وشفت السعوديه بتتعامل مع الموضوع ازاي. السعوديه كانت بتتعامل مع الموضوع فيري بعنف بشده وحزم شديده جدا، انا ما شفتهاش يعني حقيقي. الوضع اختلف، الدنيا اتحسنت كتير، لكن هم الناس مهتمه جدا جدا بالاجراءات الاحترازيه. انت مش هتخش مكان غير بالكمامه، ده موضوع منتهي. لحد من يومين كان التشغيل في الاوتيلات ماكسيمم 2 في الاوضه، بس من اسبوع او اقل من اسبوع فتحوا الاوكيبنسي اللي بقت لحد 4 افراد في الغرفه. فده بقت حاجه كويسه لانها بتساعد في تقليل التكلفه على اللي عايز يطلع عمره. وطبعا التطعيم، وطبعا بي سي ار رايح وبي سي ار جاي، والغرفه بتاعتنا وفرت دون مع شركه تامين هناك، فاعتقد كل حاجه معمول حسابها. يعني مش ناقص غير ان احنا نشتغل و... ان شاء الله، ونبقى سبب ان الناس دي تروح تزور بيت ربنا ان شاء الله باذن الله يا رب كده. ربنا يكتب لنا جميعا اللهم امين ان شاء الله الحرام. وبشكر حضرتك جدا، العفو، نورتني النهارده، واكيد الناس استفادوا جدا من كلام حضرتك. ويا ريت فعلا هم كمان يلتزموا بالاجراءات الاحترازيه ليهم عشان خاطرهم وعشان خاطر ولادهم وبيوتهم. يعني الناس اللي بترفض انها تلبس الكمامه، الناس اللي لحد دلوقتي ما خدتش التطعيمات. لا هو لو رفض يدخل يلبس الكمامه هو مش هيخش الحرم. ايوه عايزين برضو نقول للناس كده، لان الناس يعني. في ناس بتقول لك انا بتخيني انا مش عارفه اتنفس، انا مش هو ده عشانك مش هيخش الحرم. ولو دخل الحرم هيلاقي العسكري عمال بيقول له البس الكمامه، وهناك ما بقاش ومره ثانيه بيطلعه بره الحرم حقيقي، وبعد كده ممكن يشيله من على الابلكيشن ما يعرفش يخش الحرم فعلا. يعني الموضوع ما فيهوش هزار. لا لا الموضوع ما فيهوش هزار حقيقي. الرولز رولز والقوانين قوانين، وكله موضوع في قمه الحزم في تنفيذه. اخر حاجه بس انا بحب اوجه نداء من برنامجك لصانع القرار بالنسبه لمصر، ان هو لازم ياخد باله من الاعداد. الاعداد صعب جدا انها تبقى قليله، هتسبب ازمه كبيره جدا جدا. نتمنى ان شاء الله لان الاعداد تزيد وكل نفسه يروح يعمل حج او عمره يقدر. خلينا نتكلم بامانه، مفيش اي سبب مقنع للمواطن المصري اكيد ان العدد يبقى قليل. ماشي. احنا الحكومه كلها وفرت كل حاجه اكيد، فصعب. بشكر حضرتك جدا جدا استاذ احمد عبد الجواد، عضو الجمعيه العموميه لغرفه شركات السياحه وعضو لجنه السياحه الدينيه، كنت منورني النهارده في صباح البلد. أشكرك. للاسف فقرتنا خلصت بسرعه، لكن برنامجنا لسه ما خلصش. فاصل ونرجع نكمل معاكم فقرات برنامج صباح البلد.